يمكن من اسمح لي كابتن احمد من لحظات كده كنت بتكلم، يعني الكلام جابنا على كره بتاعت عبد الشافي ووليد سليمان امبارح، وطبعا اتمنينا مره تانية بكررها نتمنى الف سلامه طبعا لكابتن عبد الشافي. والحقيقه يمكن بمناسبه كلامي على، وهو طبعا يعني الناس اللي بتلعب كوره او الناس اللي فاهمه كوره شايفه انه كوره ما فيهاش اي تعمد من اي نوع في ما يتعلق بالايذاء، كوره مشتركه بين اتنين لعيبه طاروا في الهواء نتج عنها اصابه كابتن عبد الشافي اللي بنتمنى له الف سلامه. والنهارده كابتن وليد سليمان كان بيزور محمد عبد الشافي في المستشفى، يعني اللقطه اللي حضراتكم هتشوفوها دي صوره من زياره كابتن وليد سليمان، ودي الروح على فكره في اطار انه المنافسه دايما لابد انها تكون شريفه، واعتقد انه على مستوى اللعيبه وحتى على مستوى الجماهير، يعني سيب حضراتكم من الـ الاستثناء او من الناس القليله اللي بتحاول تحول ده لحاله حرب، دول مش شبهنا، الناس دي مش طريقتنا ومش اسلوبنا. احنا اللي اتعودنا عليه طول عمرنا انه الاهلي والزمالك حبايب وقرايب واهل واصحاب وجيران، ومفيش ما يمنع من شويه مناكفات او شويه هزار، لكن الكوره مش ممكن تكون سبب في انها تفرق بين الناس وبعضها ابدا. ده اللي احنا اتعلمناه وده اللي احنا نعرفه وده اللي احنا هنفضل مقتنعين بيه. واعتقد ان الروح دي يا كابتن احمد برضو بين اللعيبه وبين بعضها يعني مش محتاجه كلام، يعني هي بتهيألي بينك وبين الجيل اللي لعب في الاهلي والزمالك اعتقد دي كانت الروح السايده دايما بين اللعيبه. لا صح، ولحد دلوقتي على فكره اللعيبه دي زمان في المنتخب، اللعيبه دي تخرج مع بعض كل يوم. أيوة. مفيش الكلام ده خالص، في الملعب انا عايز اكسب وانت عايز تكسب. صحيح. لكن بكل الروح الرياضيه وده حقك وده حقي. التنافس الطبيعي جدا جدا، التنافس المشروع، لكن غير كده يمكن من بعد المباراه ما بتخلص ممكن تلاقي اثنين، واحد اهلي وزمالك خارجين مع بعض. ايوه. مفيش مشكله خالص، يعني الكلام اللي بنسمعه ده مستحيل يكون طبيعي ولا ينفع يكون موجود. حتى يعني عبد الشافي ده بنقول له الف سلامه طبعا. لانه ناس مؤدبه جدا جدا طبعاً. الناس المحترمه واللعيبه اللي تحب انك حتى تقعد معاها. أيوة. يمكن اتزاملت انا هو في منتخب عسكري في كاس عالم قبل كده، لا من الناس اللي بجد الناس مؤدبه جدا. وزي ما بقول لحضرتك وزي ما انت بتقول يا استاذ احمد ان لا مفيش كده خالص. انا وانت اصحاب الملعب، بتلاقي اثنين اخوات بيلعبوا ضد بعض. صحيح. ايه المشكله؟ هل بعد المباراه بيتخانقوا او بيحصل كده ولا في حاجه خالص؟ صحيح.